نرحب بحضراتكم مرة تانية. قدوتك دي مبادرة أطلقتها وزارة الاتصالات من 5 سنين عشان تمكن المرأة المصرية من استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تطوير مشروعها والوصول للأسواق المستهدفة، كمان مساهمة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات والنساء في محافظات مصر، خاصة في المناطق البعيدة والنائية والمهمشة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. طبعا عايزين نعرف تفصيل أكتر عن هذه المبادرة. بنرحب في فقرتنا بضيفتنا اللي منورانا طبعا أستاذة نجلاء صديق، مديرة مبادرة قدوة تك بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح النور يا محمد. صباح يا أهلا بيك منورانا. أهلا بيك. طيب نبتدي في البداية كده نعرف السادة المشاهدين على هذه المبادرة وحصيلة هذه المبادرة على مدار 5 سنوات. طيب هو ببساطة شديدة جدا مبادرة قدوة تك هي مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين المرأة المصرية باستخدام تكنولوجيا المعلومات. احنا طبعا التمكين عندنا مش بس تمكين تكنولوجي، تمكين اقتصادي واجتماعي وطبعا تكنولوجي. طبعا ده بيهدف لان احنا نخلق مجتمعات انتاجية بتعتمد على كوادر كويسة قوي مؤهلة ومتمكنة رقميا بشكل قوي. احنا طبعا بدأنا من زي ما انت قلت يا محمد من حوالي 5 سنين. بدأنا الحقيقة كان لسه قبل كورونا يعني 2019 وبعدين دخل علينا كورونا، ولسه كنت بسمع التقرير قبل ما نبدأ على طول. ما بقناش بنقلق من اي متحورات ولا غيره الحمد لله، لان القطاع يمكن قطاع التكنولوجيا المعلومات الوحيد الحمد لله اللي بيقدر يشتغل في اي جائحة. يعني بالعكس ده يمكن ده شهد تطور خلال الفتره دي اكتر. كان احنا يمكن احنا كان كورونا بالنسبه لنا كان ليها اثر ايجابي، خلى كل المجتمع المصري يبقى فاميليير قوي مع التكنولوجي، وكل الناس دخلت مره واحده على الانترنت، كل الناس درست على الانترنت واشتغلت مع الانترنت. صحيح. فالجاب والخوف اللي كان عند الناس في فئات معينه لا يعني راح تماما، وبقت الناس كلها واخده على انها تشتغل اونلاين على كل المستويات. يعني وكان الدافع ليكم كمان انتوا تزودوا الخدمات اللي بتقدموها. هو الحقيقه ما كانش دافع ده كان ادانا قوه رهيبه. يعني احنا اذا كنا بننزل في المحافظات بنفسنا نعمل التدريب مباشر، يعني ننزل مثلا في محافظه اسوان وكنا بننزل محافظات بعيده ومهمشه. لما اشتغلنا بالتكنولوجي وقلبنا التدريبات بتاعتنا كلها اونلاين كان في عز الجائحه الناس كلها ما بتخرجش، لكن احنا كلنا شغالين. فالحمد لله يعني كانت نتيجة كويسة، ومعانا المجموعات اللي هي بدأ من 2020 لغاية دلوقتي ممتنة لينا انها مستمرة معانا وانها اتعلمت كويس قوي في فترة. لان هو ده كمان الرائج دلوقتي، يعني الاي كوميرس او الاقتصاد الرقمي دلوقتي هو يمكن هو اللي موجود في العالم كله حتى بعد تراجع جائحة كورونا. طيب استاذة نجلاء، يعني حضرتك بتقولي انه بالفعل نزلتوا في الميدان يعني وعلمتوا الناس والسيدات تحديدا. خلينا نعرف السادة المشاهدين ايه اللي بيحصل، يعني من اول اشتراك اي سيدة في مبادرة قدوتك ايه اللي بيحصل؟ هل هي لازم تكون داخلة بفكرة؟ هل بيتم تدريبها وتأهيلها انها تقدر تختار مشروعها وتبتدي مشروعها؟ ايه اللي بيحصل؟ طيب نبدأ من الأول خالص. احنا طبعا انت عارفة تمكين المرأة المصرية يعني حاجة كبيرة قوي وعظيمة يعني، فاحنا كنا لازم ناخدها نقطع الكونسبت ده او يعني ونهتم بفئات محددة عشان نقدر نعمل أثر إيجابي في هذه الفئة. فلما بدأنا الحقيقة كان طبعا احنا مبادرة قدوة تك هي أحد مبادرات وزارة الاتصالات وبتنفذها الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية، هي الإدارة المنوطة بتفعيل المشروعات في المجتمع انديبس يعني. فلما كنا بننزل زمان كنا بنلاقي إن البنات مثلا في محافظات بعيدة عندها مهارات يدوية وعندها بتطلع منتجات رائعة وما بتعرفش تسوق. فمن هنا قلنا إن احنا ناخد أول فئة في قدوة تك صاحبات الحرف اليدوية. طبعا صاحبات الحرف اليدوية جهات كتير ومؤسسات كتير قوي بتتعامل معاها وبتدعمها، لكن احنا في وزارة الاتصالات بنهتم بالجانب التكنولوجي. يمكن الجانب التكنولوجي في الفترة الأخيرة هو بيدي دعم كبير جدا لفئات كتير في المجتمع للمرأة المصرية وبالذات الحرفية في الوقت ده. بس اعتقد انه مش في التسويق فقط، يعني اكيد الجانب طبعًا التكنولوجي طبعا في التصنيع بس نفسه. لصاحبات الحرف اليدويه تحديدا لا في التسويق طبعا زي ما قالت الاي كوميرس والاي ماركتنج كان مهم جدا. فبالتالي عشان ناخد الفئه دي ونلحق الناس اللي استك وعشان نقدر نعمل فيها الناس اللي تعطلت بسبب الجائحه او تعطلت بسبب البيع المباشر محتاجه دفعه
بالتكنولوجي. عندها حرفة يدوية، خلاص قلنا احنا هنبدأ في المرحلة الأولى في الراوند الأولاني بصاحبات الحرفة اليدوية بكرايتيريا معينة. الناس اللي عندها حرفة يدوية مؤهلة إلى حد ما فوق المتوسط، عندها خبرة بالإنترنت، عندها منتج كويس، ليه هوية مصرية، لأن التريننج بتاعنا بيبقى حوالي شهر 12 محاضرة أونلاين. فبالتالي لازم تكون عندها شوية معايير تأهلها أنها تحضر أونلاين، مبادئ حتى على بيحصل طبعا فلتريشن أكتر من مرة عشان نضمن أنها تدخل وتستفاد وما تاخدش فرصة من فرص حد تاني. خد وتاك شعارها فرصة تغيري بكرة. فإحنا بندي الفرصة للي يستحقها دلوقتي وبعدين نشوف اللي بعد واللي بعد واللي بعد. فاحنا حاليا احنا عندنا فئه الحمد لله يا رب، احنا يعني حضرتك يعني اكيد هتتابعوا على الانترنت، الحمد لله عملنا بصمه كويسه واثر ايجابي في قطاع الحرف اليدويه. صاحبات الحرف اليدويه قدروا ان هم يسوقوا شغلهم بره مصر الحمد لله، ومنهم صدر. تفاجئي مثلا ان عندنا قصه نجاح حلوه قوي من شمال سيناء، بعد ما اخذت الكورس تفاجئنا انها تصدر السجاد بتاعها للسعوديه. ما شاء الله جميل. طب احكي لنا كمان قصص بقى عشان يشجع الناس اكتر ان هم ينضموا للمبادره دي. يعني ابرز القصص مثلا. يعني ابرز القصص ان الحمد لله مش هقول اسماء طبعا عشان خاطر هي حقيقه نجاح هايل يعني. دي حد برده كانت ستاك قوي وشغلها حلو جدا، وبتعمل شغل هاند كرافت، اعمال يدويه نسيجيه. قدرت الحمد لله انها عن طريق لينكد ان تتواصل مع براند عالي قوي، مش هقول اسمه طبعا، براند عالي انترناشونال يعني، وصدرت له منتجاتها عن طريق لينكد ان، وبقى منتجاتها محطوطه جنب ماركات عاليه جدا في امريكا. ده جميل جدا. يعني متخيلين حضراتكم ان حد عنده حرفه يدويه بيعرف يعمل وليكن سجاد، بيعرف يعمل حرف يدويه بسيطه، مش لاقي السوق، مش عارف ينشر بضاعته ازاي او يبيع بضاعته ازاي ومنتجه ازاي، فان احنا نعمل مبادره عشان ندعم هؤلاء السيدات من اصحاب الحرف اليدويه ونشجعهم اكتر، فبالتالي ما يبقاش سوق محلي بس، ده ما شاء الله كمان يعني الدنيا فتحت في تصدير ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. قصص هايله. عندنا نسبه كويسه من ذوي الاعاقه، اي نعم ما بتتعداش 5%. ده السبب ان احنا الكرايتيريا بتاعتنا برضو لسه ستيل يعني قويه، مش عشان خاطر حاجه، احنا عشان عايزين نعمل اثر حقيقي وبعدين ندخل على فئه اخرى وفئه اخرى وفئه اخرى. طبيعي اي مشروع في البدايه واي حتى مبادره بيكون ليها اهداف مبدئيه، يعني لازم تحققها وبعدين تتوسع اكتر. حقيقه. طيب استاذ نجلاء، هل الموضوع متوقف فقط عند التسويق والتدريب على التسويق، ولا بيتخطى كمان ده؟ يعني في تاهيل خلينا نقول ان هيبقى في عند السيدات مهارات اخرى؟ طيب سؤال كويس يا جومانا. هو الحقيقه زي ما احنا قلنا في الاول، هو التمكين المراه مش هينفع بس تمكين تقني او تكنولوجي، لازم يبقى فيه شويه مهارات داعمه ليها. فاحنا بنهتم طبعا بتدريبها على مجال التسويق الرقمي، وبعدين بيطلعوا من المرحله الاولى، هي محطات في قدوه تانية، مرحله التسويق الرقمي، بعدها بندخل المرحله الثانيه او المحطه الثانيه التجاره الالكترونيه. هي شاطره وبقت عرفت تسوق على سوشيال ميديا بلاتفورمز بقى المعروفه، فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، واتساب بزنس. بناخدها المرحله الثانيه بالمتابعه والتقييم الدائم والمستمر على الاي كوميرس بلاتفورمز، سواء الانترناشونال او حتى الاقتصاد الرقمي. بيبيعوا على منصات انتم طبعا عارفينها، عندنا منصه دلوقتي قويه جدا بتبدا ربنا ان شاء الله يسهل، منصه ايدي مصر، عندنا منصه اخرى مصريه مقبس الحرف اليدويه. بناخدها بعد كده لمرحله مهمه جدا اللي هي لسه انت اشرتي اليها، ان احنا هل احنا بنتوقف؟ احنا متجددين باستمرار. احنا دايما بنقول على التكنولوجيا المعلومات انفورميشن هاي واي، طريق المعلومات السريع، مش قادرين نلحق. فالاي اي لما دخل ما كانش ينفع نسيب البنات بتوعنا ما عندهمش يعني علمي بيه، وخاصه انها هتفيدهم. فبقينا نختار البرامج والتطبيقات الموائمه عشان تطور مهاراتهم وتوفر لهم وقتهم وفلوسهم. يعني لما نجيب لهم برنامج يخليهم مش محتاجين ان هم يصوروا المنتجات تصوير في لوكيشن زي ده. يعني هي جاست انها صورت البرودكت، المنتج اللي علمناها، المنتج علمناها التصوير
ازاي بشكل بسيط، دي المهارات الاخرى الداعمه. لكن دخلنا بالاي اي لتظبيط الاضاءه والحاجات البسيطه دي بالموبايل طبعا. مش حاجه ادفانسد يعني. علمناها بقى ازاي تحول الصوره دي وتعرضها على العميل في المكان المناسب اللي يؤكد ويثبت جمال المنتج او يبروز الميزه بتاعته. كل منتج بيبقى فيه ميزه كل منتج فيه ميزه، بس يعني الفكره ان انا ابروز الميزه اللي موجوده، نقطه الاختلاف عفوا الموجوده ما بين المنتج بتاعي وباقي المنتجات. الله ينور عليك. يعني سجاده زي ديت هي عملت مثلا سجاده بتاعت مثلا شمال سيناء مثلا يعني. فازاي تحطها في انفايرمنت يبين جمالها في بيئه بالاي اي تظهر جمالها، فبتعرضها بقى. التطبيقات دي بقى يا جمانة بتخليها تقدر توصل للعميل بشكل اسرع، ما تهدرش في وقتها، ما تهدرش برضو في فلوسها، لان حتى التصوير ده بياخد برضو عشان تروح تصور عند حد بروفيشنال او حد خبير بتبقى في رقم برضو بيدفع. طب اخيرا يا فندم حابه اعرف من حضرتك، لو في حد من الساده المشاهدين او من السيدات اللي بتتفرج علينا دلوقتي حابه تشترك في هذه المبادره، تتوجه لفين وايه المطلوب منها او ايه الاشتراطات؟ مجرد انك تكتب قدوتك على الفيسبوك هتلاقي الصفحه بتاعتنا فيها كيو ار كود واضح قوي، هتدخل عن طريق الكيو ار كود في على كل السوشيال ميديا شانلز بتاعتنا تشوف. احنا لسه في البنات بتتكلم يعني كتير قوي، بتعمل انترفيوز الحقيقه على قدوتك تسمع بنفسها. يعني كل مطلوب منها تكتب قدوتك على فيسبوك او قدوتك دوت نت، لكن على الفيسبوك هيبقى بشكل اسرع. في استماره دايما هتلاقي اعلانات نازله ان التريننج الفلاني يوم كذا هيبدا يوم كذا او المسار الفلاني في سن معين. والله يا محمد احنا كنا محددين من 18 ل 45، بس لما تلاقي حد معدي ال 55 وعنده اراده وعنده رغبه في ان هو يلتحق بحاجه زي كده، لا احنا كنا بنقبل وعندنا قصص نجاح هايله. جميل. فوق ال 58 و60 عندها مرونه عاليه جدا الحمد لله. الحمد لله. طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر استاذه نجلاء. يعني هي المبادره نفسها تفاصيلها كمان مهمه جدا الحقيقه، ومش بس على الجانب الاقتصادي لكن حتى الجانب المعنوي. فكره انه سيده ممكن تكون قاعده في بيتها عندها مشروع او عندها حرفه او حتى لو هوايه وتقدر ان هي تكسب او تكون مصدر رزق بالنسبه لها، زي ما حضرتك قلتي في قصص نجاح كبيره جدا عشان تصدر للخارج، فدي طبعا يمكن خطوه مهمه جدا. بشكر حضرتك جزيل الشكر طبعا الاستاذه نجلاء صديق مديره مبادره قدوه تك بوزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. نورتينا يا فندم صباح الخير. نشكرك طبعا. والمهم كمان في هذه المبادره زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا ان احنا بنصل للمحافظات الحدوديه، المحافظات اللي كلها ابداع، محتاجه بس حد يسلط الضوء على هذه النماذج المهمه من الفتيات والسيدات. وزي ما شفنا المرونه في التعامل، كان متحدد عمر للفتيات، لا لقينا في مبدعين فوق ال 45 سنه 55 و60، ومش بس كده ده كمان نماذج يشار اليها لان عندهم ميزه مختلفه وقدروا ان هم يحققوا نجاحات مختلفه. فطبعا كل الشكر على هذه المبادره من جانب وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واي حد شايف ان هو عنده موهبه، بيعرف يعمل حرفه يدويه، بيعرف يعمل منتج معين، الدعم موجود من خلال طبعا هذه المبادره.